تفاصيل صادمة حول فيديو رمي فتاة من الشرفة. جماهير ليفربول تعزي كريستيانو رونالدو وكلوب يعلق منافس شرس لإنستغرام يسمح لمستخدميه بالنشر مرة واحدة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. نبدأ من مصر، حيث ما زالت قضية فيديو إلقاء فتاة من شرفة منزل تثير ضجة واسعة، خصوصاً مع تداول روايات عدة حول الحادثة التي وصفت بالمروعة. وفيما أعلنت السلطات اعتقال الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يحاول إلقاء ابنته من شرفة شقته في منطقة الهرم، نقلت وسائل إعلام تصريحات للفتاة تقول فيها إن والدها لم يحاول إلقائها، لكنها عندما سمعت صوته تفاجأت وكادت تسقط من الشرفة، ثم أسرع لإنقاذها، بينما أشار الكثيرون على مواقع التواصل إلى أن الرجل كان يحاول تأديب ابنته من خلال تخويفها وتهديدها بإلقائها من الشرفة، لكن الجيران أوقفوها. بعد قرار محكمة لندن تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة، وصفت روسيا هذه الخطوة بالمهزلة. الخارجية الروسية أوضحت في بيان تعليقاً على هذا القرار أن كل شيء تم من تحت الطاولة عندما تم تحويل كل الاهتمام العام إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه قد تم وضع نهاية مخزية لهذه العملية من قبل وزير الداخلية البريطاني. هذا فيما أكد رئيس تحرير موقع ويكيليكس أن محكمة لندن وقعت على أمر بإعدام مؤسس موقع ويكيليكس بإصدارها مذكرة لتسليمه إلى واشنطن. في كل مرة يغرد أو يصرح غالباً ما يحدث جدلاً واسعاً إنه الثري الأمريكي إيلون ماسك. هذه المرة الجدل عندما غرد على تويتر قائلاً بثلاث كلمات هي الليلة، وذلك مع ترك فراغ قبلها. ناشطون بدأوا بتحليل ما كتبه ماسك، واعتبروا أن التغريدة القصيرة تمهيد لإعلان صفقة شراء شركة تويتر بعد أيام على إعلانه تقديم عرض لمجلس الإدارة لشراء العصفور الأزرق بنحو 44 مليار دولار، فيما لا زال ماسك يثير الجدل على مواقع التواصل بعد إعلانه أنه لا يملك منزلاً بل ينام في منازل أصدقائه. وعقب غيابه عن المباراة بسبب وفاة طفله، شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لفتة إنسانيا من جماهير ليفربول التي عبرت عن تضامنها مع كريستيانو رونالدو الذي فجع بوفاة رضيعه حديث الولادة. ففي الدقيقة 7 من عمر المباراة، في إشارة إلى رقم قميص رونالدو، وقفت جماهير ليفربول في المدرجات وظلت تصفق له كلمات أغنية شهيرة خاصة بالنادي الأحمر، لن تسير وحدك أبداً، وذلك للتعبير عن دعمها له وتضامنها معه في هذه المحنة. فيما علق مدرب ليفربول على ما حدث قائلاً: جماهيرنا أظهرت معدنها الأصيلة. وفي خبرنا الأخير، بدأ تطبيق بريل كون حقيقياً الذي يمنح المستخدمين دقيقتين يومياً لنشر صور حقيقية دون فلتر. بدأ يكون منافس شرس لإنستغرام الذي يعرف بمحبوب الجماهير. مستخدمون قالوا إن التطبيق يسمح لهم بالنشر مرة واحدة في اليوم بأوقات عشوائية، حيث يتلقى المستخدمون إشعاراً بأن لديهم دقيقتين فقط لالتقاط صورة حقيقية ونشرها على هذا التطبيق، فيما رأى خبراء أن التطبيق لن يصبح شائعاً، خصوصاً أنه يقيد حرية مستخدميه باختيار زمن النشر.